أكيد كذلك من مراكش كنقول سنة سعيدة للمغاربة جميعاً، خلينا بالصحة والخير والسلامة، وفرحانة أنه إن شاء الله أكيد أنه 2018 يعني داس قرحها وفرحها وفيها زوين وفيها خير، ولكن 2019 إن شاء الله أكيد سنة تفاؤل، سنة الـ يعني العطاء، سنة ديال الإنجازات بإذن الله. حنا كنتفائلوا خير وطبعاً التفاؤل، فإيماننا بالله سبحانه وتعالى يخلينا نتفائلوا خير، طيبة وجميلة وناس اللي يكونوا إن شاء الله مستقرين وتمام، كل شيء يكون خدام. أنا ما كرهتش كل شيء يكون سعيد في حياتنا الخاصة ولا العملية. وتحية سعيدة شرفة أخرى وسنة سعيدة للغرب. نقول لكم وسنة سعيدة، باقي القاعدة يبقي سنة سعيدة، بالصحة والسلامة والمشروع. ونتمنى كذلك سنة سعيدة للمغاربة كاملين بالصحة والسلامة وراحة البالية في أمين. سنة سعيدة 2019 لكم بالصحة والعافية والطول العمر إن شاء الله، وتحققوا تمنياتكم وتحققوا أتمنياتكم في الخير. سنة سعيدة إن شاء الله على المغاربة كاملين، هذا نهار كبير عندنا كاملين. سنة سعيدة وساعة مبروكة من الصباح حتى مبروكة.